وبنحط صورته على راسنا، وبيضل عايش في الذاكرة زي آخر صورة شفناه فيها. بس أنا ابني طارق ما بكيتش عليه ولا رح أبكي عليه. أصعب إشي يا أخويا ناجي إنه ابنك يكبر بعيد عنك ويتغير شكله وما تعرفش عن شكله شيء. ما حاولتش تزوره وتشوفه طول السنين اللي فاتت دي كلها؟ الزيارات ممنوعة من سنة الـ94 وما فيش ناس تحكي لهم. طب ما كلمتش حد من الحكومة أو من السلطة يخلوك تشوفه؟ ما هم دول برضو مش بيقدروا يدخلوا هناك عندهم؟ ما هم هدول اللي بدهم واسطة عشان يعرفوا يدخلوا يا أخويا ناجي. حكومة؟ حكومة إيش؟ عارف إحنا مصيبتنا إيه يا أبو طارق؟ مصيبتنا إن إحنا بقينا رخاص، وإحنا اللي رخصنا نفسينا. عارف ده لو أسير إسرائيلي كانت إسرائيل قومت الدنيا كلها عشانه. يا جماعة لا تقلبوها غم، طارق جاي. قلبي بيقول لي إنه طارق جاي، وقلبي عمره ما كذب علي. طارق إجاني في المنام، إجاني في المنام يا أستاذ ناجي. الإسرائيليين اللي اعتقلوه ما قدروا يمنعوا إنه يجي علي. قال لي يا عمتي أنا وياك السنة الجاي بدنا نكون على عرفات، بدنا نحج. طارق جاي، طارق جاي. أيوة يا ياسر، وينكم يا ولدي؟ إيش؟ مركز الشرطة؟ وليش حبسوا إبراهيم؟ إبراهيم في الشرطة؟ ليه؟ ماشي، أنا هحكي مع أخوك حامد يجيكم. إيه؟ هسا يجيكم. ما تقلقش يا ناجي بيك، حيروح حامد ويجيبه. الله يخرب بيتك يا إبراهيم. احنا جايين غزة عشان نعاكس بنات يا إبراهيم؟ بقى انا جامعكم من اخر الدنيا وبقالي 3 أشهر بدرب فيكم واعلم فيكم، وانت جاي تفضحنا هنا؟ يا باشا عاكس مين؟ ما تظلمنيش، هو انا عارف عاكس في البلد دي؟ طب اقول لك على حاجة، احنا كل البنات اللي كانوا قاعدين معانا من المقاومة. من المقاومة؟ اللي معاه آلي واللي معاه بندقية واللي لابسة حزام ناسف. وانت كنت قاعد معاهم بتعمل ايه؟ بنتكلم في المقاومة. انت بتتكلم في المقاومة؟ انت فاكر احنا فين يا باشا؟ هي البلد دي فيها اي وسيلة ترفيه؟ ده انا حتى ما تخيلتش بتعاصير زي فرغالي نقف نشرب فخفخينة ولا حاجة. ده آخر إنذار ليك يا إبراهيم، فاهم؟ حاضر يا باشا. Oh.
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا يا شباب. بس ايه ده يا ابو طارق؟ ده انت عامل وليمه، مين هياكل كل الاكل ده؟ هذه شغله بسيطه يا ناجي بيك. تفضلوا تفضلوا، صحه وهنا. اسمعوا هذه النكته. اثنين غزازوه، واحد بيقول للثاني ايش اسمك؟ قال له عي. قال له ايش اسمك؟ قال له عي. قال له اسمك ايش؟ قال له عي. ناويني الباميه التهمي من عندك والنبي. طب وهذه واحده ثانيه، اديني طبق البلح ده بسرعه. هات. ايه بتعملوا ايه؟ خف يا تهام، ارحم يا عبد الجليل، ارحم. خد خد يا ريح شويه. الله الله عليك يا ناجي بيك. هتفضحونا. ليش ما عم تاكل يا حسام؟ لا ابدا ما فيش، بس اصلي افتكرت ابويا. كل حسام، كل حبيب. حاضر يا باشا. مالك يا حسام يا ابني؟ اوقات كتير قوي بننسى وبنحاول نعمل نفسنا ان احنا نسينا، لكن ممكن تيجي علينا لحظه